السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضراتكم مباشرة من ملعب الكامب نو ومجريات مباراة الكلاسيكو بين البارسا والريال على غير العادة من دون جماهير، على غير العادة في بداية الموسم، على غير العادة ايضا في ظروف صعبة يعاني منها البارسا والريال. مباراة تقريبا رغم انها في بداية موسم ولكنها مفصلية ومهمة جدا، خاصة بالنسبة لزين زيدان بعد خسارتين متتاليتين، واحدة أمام قادش والثانية أمام الشختار في دوري الأبطال. في الجهة المقابلة برشلونة بمباراة لفريق ريال مدريد في الكلاسيكو، ضربة الأولى الكرات في اتجاه بنزيما على الجهة اليمنى والتغطية من كليمون لونجلي أو نهاية موسم وانطلاقة من فاتي. عبالي فاتي، فاتي كرة ممتازة ليو، الدفاع الدخاء وكرة خطيرة، با 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 جول. أول أهداف المباراة من فيدريكو فالفيردي هنالك في الكامب نو، لعبة ولا أروع من أروع ما يكون، التوغل ثم التمرير ثم التسديد فالتسجيل، وأول هدف ريال مدريد متفوق على برشلونة هنالك في الكامب نو بلعبة ولا أروع. فراغ رهيب في وسط دفاع فريق برشلونة، استثمر فيه الريال، استلمها بنزيما، شوف الإعادة، دخل وتوغل مرر ولا أروع في اتجاه فالفيردي وما راقبها، رجعت له فينيسيو جونيور، رائعة، جوردي ألبا جول، جوردي ألبا وجول، لعبة ولا أروع بين ميسي وجوردي وفاتي. يا سلام على هذه اللعبة، كان يكررها كل مرة ميسي مع جوردي ألبا، انفرد خلف مدافعي الريال، استلم كرة ولا أروع حطها على طبق للصغير فاتي الذي يسجل هدفه الرابع هذا الموسم. في بداية الموسم لا ميسي ولا غريزمان هم الهدافين، بل فاتي فاتي فاتي. كوتينيو، ديونغ، ديونغ، أوي كرة من كوتينيو، من هنالك كوتينيو، التسديد، ميسي، جوردي ألبا، كرة خطيرة، جوردي ألبا بابا خطيرة، من كرة الحق عليه جوردي، كوتينيو، جوردي، كوتينيو، راح فينيسيو جونيور وصلته، كرة خطيرة، جونيور، جونيور، وي يلعب أرضية ليو، فاتي ليو، وي يو يو يو، بنزيما راح، بنزيما، بنزيما، بنزيما يراوغ، يوزع كرة، وبيك رقع وهرب، راح ميسي، راح ميسي، راح ميسي. وبين أحضان الحارس تيبو كورتوا، والتدخل كان قوي على ليو في هذه اللقطة. ليو ساقط يا سيد الحكم، ليو ساقط يا سيد الحكم، ويوقف اللعب، يوقف اللعب، ويخرج البطاقة الصفراء في وجه كازيميرو على هذا التدخل، أو لأنه الصراع سيكون بين ميسي وراموس. كاد يأتي الهدف الثاني من خطأ فادح مرة ثانية، خروج غير موفق. الكلاسيكو 393 للريال، بابا بابا با خطير الكرة، وي ولونج ريال، توني كروس، بابا 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 ضاعت. يا سلام، لعبة ميسي، ميسي، بابا بابا، وي 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 وي، مسات الكرة عند ليو، ليو وتيبو، رائع الاستلام ورائع المسي، ميسي، وي 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 وي، كرة ولا أروع، ثم توني كروس، ميسي متميز اليوم، والانطلاقة من فالفيردي، فالفيردي في خطأ، نعم، قلت بأنه تشيزار رودريغيز سجل المئوية، بن شوستر الألماني سجل، بيدري بينية، هيلة ممتازة، ديس دخل كرة عرضية، مندي دخل، فينيسيوس، مندي خطيرة عرضية، يو 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 يو، ديست في التغطية يتمكن من هذه الكرة، جوردي ألبا كرة خطيرة، جوردي ألبا وكرته لم تخرج، جوردي ألبا بينية، كوتينيو، جوردي ألبا، أوه في اعتراض، وبنزيما والدفاع، التغطية من أمام فينيسيوس جونيور تحت تصفيقات بيك، كرة خطيرة جدا، جوردي ألبا مرة ثانية، ثم فالفيردي، فاتي تفوق عليه، تسترجع من فيرنون مندي، أسينسيو، ليناتشو، أرضي في الوسط لليو ميسي، راح دور، راح بول بوك، كرة عند الريال، التوزيع في القائمة الثانية ولكن بعيدة تماما، فالفيردي لتوني كروس، توني كروس، توني كروس، بينية مع فيني، جونيور، 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 وي لفيرلون مندي، القائمة الثانية لديست، بيدري،
توني كروس في تنفيذ الركنية يرفعها في القائمة الأول. راموس على الجهة اليسرى، ميسي في المراوغة، ميسي مر، ميسي مازال، ميسي في الكلاسيكو. كازيميرو عنده الكرة الآن والتسديدة، ومرة بيدري ذكرنا بيدرو، بيدري يلعبها بينية رجعت له، والحكم يقول ليس هناك خطأ ثنائية بين بيدري وبين ديست. فاتي وميسي، فاتي وميسي، فاتي وميسي، فاتي ولا قوية أرضية من فاتي وكاد يباغي الدفاع فريق الريال. ميسي هرا، كوتينيو، كوتينيو، كوتينيو يتوغل يلعب، اي 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 لمها على الجهة اليمنى فاتي، با 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 ضاعت. كوتينيو ضيع فرصة تسجيل هدف ثاني. رائعة التمريرة من هنالك من فاتي على الجهة اليمنى، شوف الدخول الرائع من فاتي، لم يكن في وضع التسلل، ديسلي فاتي، فاتي كوت الأول الرائع من فاتي، تمريرة رائعة أولا، دخل متسلل أم لا، جوردي ألبا، أولالا فينيسيوس جونيور لبنزيما، بنزيما رص في تنفيذ المخالفة خطيرة، أولالا دفاعي دخل من أمام راموس. طبعا اختلطت علينا المعلومات شوية شوية، لأنه قلنا منذ حين بأنه فاتي هو أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو بالسبعة عشر سنة وثلاثمية وتسعة وخمسين يوم، لكن يبدو أن آخر المعلومات تقول بأن فاتي هو ثاني أصغر لاعب يسجل في الكلاسيكو خلف ألفانسو نافاس. راموس، 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 راموس يسجل جول، راموس يسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد عند الدقيقة الثامنة عشر من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة، في وقت كان البارسا هو المستحوذ، كان البارسا هو الضاغط، كان البارسا هو المسيطر، كان البارسا هو القريب من التهديف. يأتي شيخ القبيلة راموس من بعيد وينفذ ضربة جزاء ويسجلها البارسا بعشر لاعبين. بنزيما، بنزيما، فينيسيوس، بنزيما، كريم وبيكي، راموس، 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 اوي بالراس كرة، كوتينيو، اوي كوتينيو، كرة في الركنية لصالح ليو ميسي مرفوعة هيلا، وانا داير الكرة بعيدة خطيرة، ميسي ألبا، أولالا، وكوتينيو للريال. ميسي مرة ثانية يرفع كرة في القائمة الثانية، راموس في التغطية رفع بوسكيتس، 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 أوي كرة على الريال، يصير المهمة صعبة على البارسا، بوسكيتس طبعا ميسي متسلل أم لا، لا 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 ولكن بعيدة تماما، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس والتغطية من بيكي، ميسي، أوي أوي ميسي، ميسي راح بيني يا فاتي، ميسي، 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 ميسي الكرة مرفوعة القائمة الأول بالراس، التغطية الدفاعية سيبو كورتوا، كوتينيو، راموس، صالح ديست عالية الكرة، ديون زال يلعب من هنالك ناحية بوسكيتس، وفي خطأ، خطأ هنا لا بالنسبة لبرشلونة، بالنسبة للاعبي ريال مدريد على برشلونة في مثل هكذا أماكن وفي هذا الظرف قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. سيدخل ميسي، يستعيد ميسي، ميسي، تطلع الكرة رودريغو، بابا بامر رودريغو لونغلي، ترينكاو، ترينكاو، ألبا، جوردي ألبا الكرة لم تمر، جوردي ألبا الكرة لم تمر، بالرأس من الأرضية خطيرة، أولالا، وقال كرة من توني كروس، كاد يأتي الهدف الثالث القاتل للريال لولا نيتو على مرتين، يا سلام لعبة خطيرة، لوكا مودريتش، لوكا، با 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 جول، لوكا، لوكا، لوكا جول، مدريد تطيع ببرشلونة في الكامب نو، لوكا مودريتش يسجل الثالث ويعبث بدفاع برشلونة. يا كومان، يا ميسي، يسقط برشلونة في الكامب نو للمرة الثانية على التوالي بعد خطافي، جاء الدور على الريال في كامب نيو، في كامب